وبأقصى السواحل الشرقية بالبلاد تتضاءل الثروة السمكية لتخلق حالة امتعاض لدى الصيادين والبحارة. عشرات السفن الراسية بميناء القالة تترجم هذا. عوامل المناخ وكاين عوامل تاع الفساد في البحر. الفساد يعني يصيدوا سمك سردين رقيق، وكاين جيبية وسي تاع الجيبية سي يفسدوا في الحوت رقيق الحوت. كان لي زربور وسي دق تقول الريسيف تاع الكره يروح كامل. 10 سنين الاخرين هذه ما كان والو، ميته خلاص. 10 سنين ميته خلاص، ما كان والو. البحر يصور نهار يصور 300,000 دوجور تروجور ما كان والو ياكلها. بعضهم يضطر للابحار غربا نحو عنابه، لكن الاكثريه ولقدم معداتهم يكتفون فقط بالساحل الاقرب. وحنا باش نعودوا على العالم عندنا اون فلوتي اي قديمه. عندنا لي بابا مولان سي دي دات دوبوي 79 82. الاخرين لو بواسون يفو لو شيرشي، يفو يسيي دالي او لارج بور بيشي لو بواسون. مي بو بوشي سو بواسون او لارج يفو يتفو دي ماتريال، يتفو دي باتو نوف دي موتور بويسون. معوقات عده تهدد شعبه الصيد البحري بالقاله رغم استفادتها من ميناء جديد وعديد المشاريع المماثلة. بالإضافة كذلك هناك عدة منشآت ستقام لاحقا وهي لدن قيد الإنجاز، ما منها مصنع صناعة الثلج، فيه مصنعين، مصنع روعة في الخدمة ومصنع في طريق الإنجاز، ربما سنستلمه قريبا عندنا بعد نهاية السنة. أزيد من 250 سفينة صيد تتفق كلها بأن التحولات المناخية ودورة حياة الثروة السمكية عجلت بالأزمة وأصبح لزاماً التوغل خارج المياه الإقليمية، لكن بوجود معدات وسفن جديدة.